إذا نبدأ بأول اقتراح من عندك لالا حفيظة، تفضلي. واخا عندنا شرائح بيبي بنكهة التاك. أيه. عندنا نص كيلو ديال بيبي مقطع مربعات. عندنا معلقة كبيرة ديال الحميرة، معلقة كبيرة ديال الكمون، معلقة كبيرة ديال الخل. أيه. جوج تومات محكوكين، شوية الملح، ضامة البنة ديال الحوت. أيه. وربع مقطع. كلشي هادشي كنديرو في واحد الصوبيرة وكنخلط كلشي هاد المقادير كنرقدوهم على الاقل ساعة. واخا الا سمحتي غادي تعطينا المقادير مرة أخرى وغير بشوية باش المستمعات يسجلوا معنا العطرية. يلا. واخا نص كيلو ديال بيبي مقطع مربعات. معلقة كبيرة ديال التحميرة. معلقة كبيرة ديال الكمون. معلقة كبيرة ديال الخل. جوج تومات محكوكين. شوية الملح. طعمة البنة ديال الحوت. أييه. وعندنا ربيع مقطع. كلشي هاد المواد كنرقدوهم. أييه. شوية الزيت البلدية. كنرقدو هادشي وكنديرو ونغطيو ونخليوه على الأقل ساعة حتى كيترقد مزيان. أييه قد ما كيترقد قد ما مزيان. مزيان أه. كنديروهم في الخبز، كنديرو طرف ديال شرائح بيبي، كنديرو طرف ديال الفلفلة. هكا حتى كنكملو. من بعد كنديروهم في فوق الفاخر. أييه فعلا. قدموهم مصحوبة بطبق ديال العدس ولا ديال اللوبيا. أييه ولا الروز ولا اللي كان ولا شلاضة. فعلا الله يعطيك الصحة. وكيجي زوين بحال كتاكلي في الحوت. فعلا وخاصة إلا يعني إلا درناه مشوي يعني كيجي زوين. كيجي زوين. كنحيدو من كنتفاداو عقليا ديال الزيت. أييه فعلا. كيجي زوين. الله يعطيك الصحة وتبارك الله عليك.